أهلا بكم في نشرة الأخبار المغاربية. أكد مهاجم المنتخب الجزائري أمين قويري أن هدف محاربي الصحراء خلال مشاركتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا هو التتويج باللقب. وأشار قويري في تصريحات خاصة بها موقع ديزاد فوت أنه متشوق للمشاركة في البطولة الإفريقية للمرة الأولى، كما يهدف إلى التتويج باللقب الذي يحلم به الجميع. علم موقع وين وين من مصادره الخاصة أن مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي أبدى قلقه حول وضعية 7 لاعبين في الأسابيع الأخيرة، ويتعلق الأمر بكل من عيسى مندي وحسام عوار ونبيل بن طالب وريان أيت نوري وإسلام سليماني المصابين، وكذلك يوسف عطال المعاقب من قبل فريقه نيس، بالإضافة إلى الإرهاق البدني للاعب سان جيلواز البلجيكي محمد الأمين عمورة. أكد مصدر خاص لموقع وين وين أن منتخب المغرب سيقيم معسكرا مغلقا بمركب محمد السادس في 5 يناير المقبل على أن يجري مباراة ودية داخل المركز دون حضور جماهيري مع أحد المنتخبات الأفريقية التي ستخوض معسكرها الإعدادي بالمغرب. أكدت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي غلاتاساراي أبدت رغبتها في انتداب الدولي المغربي بلال الخنوس لاعبي فريق غينت البلجيكي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. علم موقع وين وين من مصادر خاصة أن مدرب منتخب تونس جلال القادري وضع إمكانية التخلي عن 7 لاعبين ممن شاركوا في كأس العالم قطر 2022، ويتعلق الأمر بكل من ديلان برون وفرجاني ساسي وعصام جبالي ومحمد راجر، بالإضافة لسيف الدين الجزيري. فتح سبورتينغ لشبونة البرتغالي أبوابه للمهاجم التونسي الواعد أنيس السعيدي قائد فريق فيلادلفيا الأمريكي للمشاركة معه في معسكر انتقائي بهدف التعرف على إمكانياته الفنية عن قرب وبحث إمكانية التعاقد معه في المستقبل القريب لتعزيز صفوف فريق الرديف للشبونة. بهذا الخبر نصل إلى الختام، دمتم في رعاية الله وحفظه.